عبر تقنية سكايب. صباح الخير أستاذ، شكرا لقبولك هذه المداخلة. أهلا، صباح النور أستاذ أمير، تحياتي لك. نعم، في البداية أستاذ معتز، نتكلم عن قرار محكمة العدل الدولية، ما هي قراءتكم لهذا القرار الذي وصفه بعض المختصين بغير المسبوق وغير المتوقع، خاصة وأنه جاء بطريقة واضحة وقرار واضح بوقف العدوان ووقف الاحتلال الصهيوني لكل عملياته العسكرية في رفح؟ نعم، بلا شك القرار كان تاريخيا وكان بصيغة بمفردات واضحة وبكلام لا يقبل التأويل ولا التفسير، والمحكمة للمرة الثانية تطلع بمسؤولياتها وتثبت ويثبت قضاة المحكمة نزاهتهم وحياديتهم واستقلالهم. هذا هو الطلب الرابع الذي تقدمت به دولة جنوب أفريقيا منذ 29 ديسمبر الماضي. في ثلاث مناسبات المحكمة اتخذت تدابير إضافية. في 26 يناير كان هناك 6 تدابير، وفي 28 مارس كان 3 تدابير، واليوم 3 تدابير، كلها 12 تدبيرا لم تلتزم اسرائيل كان سوري فيها، لكن هذه المره اتسمت التدابير بانها اكثر حده واكثر صرامه واكثر وضوحا. يعني للمره الاولى تتحدث المحكمه عن وقف فوري للاعمال العسكريه، وحددت الهجوم العسكري على رفح، هذا الهجوم الذي كان العالم يحبس انفاسه بسبب الكثافه السكانيه في رفح، وليس الهجوم فقط، وانما ذكر اي عمل اخر قد يؤدي الى الاباده الجماعيه اللي هو التدمير الكلي او الجزئي لمجموعه الفلسطينيين في غزه، في عموم غزه وليس في رفح فقط ايضا، وهذا يثبت ويدخل ايضا سياسه التجويع. ايضا اكد على ابقاء معبر رفح مفتوحا، هذا يقطع كل نقاش سياسي ويقطع اي حديث عن اتفاقيات اخرى ملزمه لبعض الدول باننا لا نستطيع ان نفعل شيء، هذا قرار محكمه ملزم. وربما التدبير الثالث كان هو التدبير الاشد تاثيرا في الجانب القانوني، لانه يعبر عن اجراء تنفيذي تحقيقي، يعني المحكمه بدات باتخاذ اجراءات مع انه الاصل ان تتخذ تدابير مؤقته، لكن بسبب حجم وهول الجريمه المرتكبه في الاباده الجماعيه ارادت ان توصل لدوله الكيان وجيش الاحتلال اننا بسبب التحقيق الجاد في هذه الاباده الجماعيه ونصت على البند الثالث كان في التدابير او التدبير الثالث كان اتخاذ تدابير فعاله لضمان وصول دون عوائق الى قطاع غزه لجانب التحقيق واي بعثه لتقصي الحقائق واي هيئه قضائيه مفوضه من الامم المتحده او من اجهزتها. اذا الان بات مسموحا لرجال التحقيق وهيئات التقصي التي قد تضم اعلاميين وصحفيين وناشطين حقوقيين ومنظمات دوليه بالدخول الى غزه دون عوائق، من اجل ماذا؟ من اجل التحقيق في ارتكاب الاباده الجماعيه. هذا نص جاء حرفيا في في في, في الامر الذي اصدرته المحكمة بالأمس، وبالتالي هي عبرت على عقيدتها التي تكونت لديها بأنها لديها عقيدة تكونت بشكل كبير بأن الكيان الصهيوني وجيش الاحتلال يرتكب الإبادة الجماعية في غزة، وأعتقدها سبقت حتى جلسات التقاضي أو المحاكمة التي كانت ستبدأ في أكتوبر القادم وشهر يونيو حزيران العام القادم. إذا كما تفضلت هو قرار تاريخي غير مسبوق ويرتب بداية جديدة لإلغاء ما كان يسمى إسرائيل فوق القانون الدولي، أو وضع حد أو بداية أو خطوة أولى في وضع حد لسياسة إفلات مجرمي الحرب ومرتكبي الإبادة الجماعية من العالم. نعم أستاذ معتز المسلوخ، بالحديث عن قرار محكمة العدل الدولية التي تضمن أو الذي تضمن هذا القرار وقف العمليات العسكرية في رفح، كذلك إدخال المساعدات لقطاع غزة والسماح بدخول المحققين، ربما السؤال لماذا لم يشمل هذا القرار كل قطاع غزة؟ لماذا تعلق الأمر فقط برفح؟ نعم، ابتداء وقت العمليات العسكرية في قطاع غزة كمان ليس من اختصاص المحكمة، المحكمة العدل الدولية تلتزم باختصاصاتها المنوطة بها والمختصة في مسؤولية إسرائيل كسر على الإبادة الجماعية، ولا تتحدث عن 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 جرائم حرب ولا جرائم ضد الإنسانية، هكذا هو اختصاصها القضائي، يعني هكذا وجدت لهذه الجريمة تحديدا او اعطيت هذا الاختصاص لهذه الجريمه تحديدا، وكلنا نعرف الاباده الجماعيه جريمه هي الاشد ولها علاقه بالقصد الجرمي الخاص الذي يتعلق بتدمير كل او جزء لمجموعه عرقيه او اثنيه او دينيه، وبالتالي لم تشا المحكمه ان تتدخل في جوانب لها علاقه بوقت النزاع ووقت اطلاق النار، وبالتالي لم تتحدث عن الاسرى او الرهائن الاسرائيليين كما كان يطلب الكيان الصهيوني. ربما المحكمه كانت حريصه جدا على ان تلتزم بالجانب القانوني البحت حتى لو كان ذلك فيه نوع من الانتقاد من جانب الفلسطينيين، يعني احنا في التدبير الاول
اخذنا على المحكمه ابتداء انها لم تاخذ عمليات عسكريه كامله، لكن مع الوقت ادركنا ان الضغوط السياسيه اللي مارسها على المحكمه تجعل المحكمه تحاول ان تنأى بنفسها عن اي اتهامات بالتسييس، ومع ذلك تعرضت للتسييس. لكن اهم ما يمكن ان يقال هنا ان المحكمه التزمت قانونا باختصاصاتها، التزمت بالصلاحيات المطروحه لها وما يجب ان واجباتها. واما لماذا خصت رفع؟ لأن الإبادة الجمعية في رفح ستحصل، يعني هي لا تتكلم عن أمر سيحصل، لا لم تتكلم عن أمر حصل، فيما حصل هي ستمارس مسؤولية الإبادة الجمعية والمحاسبة، لكن اليوم الخطر كبير على رفح، والبعض اتهمها بالتسييس، يقول لها أنت سلبت قادة الاحتلال التهمها بأنك أنت أنكرت على إسرائيل كيسمى حق الدفاع عن النفس، وأنكرت وجود جماعات إرهابية في فلسطين، وأيضا أنكرت ولم تتحدث عن الرهائن، وبالتالي ربما نأخذ على المحكمة في صحيح القانون ربما يكون لنا اساس قانوني في الحديث عن وقت كامل العمليات العسكريه، لانه الامر يتعلق بالاباده الجمعيه، لكن لو عاينا الامر بعين المحكمه وبمراعاه الظروف السياسيه وتطبيق مبدا ربما جديد يربط القانون بالسياسه وهو القانون السياسي القضائيه كما حصل ايضا مع كريم خان في المحكمه الجنائيه الدوليه، نستطيع ان ندرك ان المحكمه لديها استراتيجيه واضحه لاتخاذ اجراءات صارمه نحو ملاحقه مرتكبي الاباده الجمعيه، وهذا في النهايه يسم في صالح الفلسطينيين، خاصه حتى اللحظه لم ندم لا يوجد دعم دولي كافي او موقف دولي سواء عربي او اقصد موقف جمعي وليس فردي ضد الكيان الصهيوني بحيث يتم وضع حد للاباده الجمعيه. نعم استاذ معتز المسلوخي، ربما العديد من التصريحات وكذلك تصريحات لمسؤولين في الكيان الصهيوني في الساعات الاخيره تعكس ربما الغضب الصهيوني نتيجة القرار، قرار محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية في رفح. ما المنتظر في المرحلة المقبلة من طرف الكيان الصهيوني، خاصة وأنه بعد القرار مباشرة تم تصعيد العمليات العسكرية والهجوم أيضا على منطقة رفح؟ نعم أستاذ أمير، كما تعلمين ويعلم المستمع الكريم والجمهور الكريم والمشاهدين الكرام، يعرف أن دولة الكيان الصهيوني لم تلتزم يوما بالقانون الدولي ولا بقرارات مجلس الأمن ولا بقرارات الجمعية العامة، اليوم هي أمام قرارات قضائية. كما تفضلت، يعيش الكيان الصهيوني وقادته كابوس منذ أيام بعد قرار أو طلب المدة العامة الجنائية الدولية تقديم أوامر اعتقال أو إصدار أوامر اعتقال ضد بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الاحتلال ووزير يوآف جالانت، وايضا اليوم تاتي محكمه العدل الدوليه لتنهي هذا الامر فيما يخص رفح التي كان يعتبرها الورقه الاخيره. جنون الاحتلال اصابته هستيريا فعلا سياسيه، عمى سياسي، بدا يطلق التصريحات هنا وهناك من كثير، هدد المحكمه وقال يجب ان نجتاح رفح فورا. نتنياهو اسس غرفه عمليات، غرفه خاصه، مجلس حرب خاص للمحكمه الجنائيه الدوليه وايضا لمحكمه العدل الدوليه. اذا نحن امام كيان يعادي العالم كليا اليوم، يعادي العالم كليا، ورأينا مجرد اعتراف ثلاث دول بفلسطين كدولة، يعني رأينا كيف يريد أن يفرض عقوبات حتى على هذه الدول وعلى إسبانيا، يمنع قنصلية إسبانيا من استقبال الفلسطينيين. هذا تخبط، وهذا في الإطار السياسي يثبت أن هذه الدولة خرجت عن طورها، والآن يابات العالم يعرف حقيقتها. المنتظر أستاذ أمير الآن أن تذهب دولة جنوب أفريقيا، بالأمس أبلغ أو أعلن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بأنه تسلم إخطارا من المحكمة من رئيس محكمة العدل الدولية، وبالتالي حسب النظام الأساسي ولائحة المحكمة سيبلغه إلى مجلس الأمن، وبالتالي ستذهب أيضا جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن، ليس لاتخاذ قرار بوقف العمليات العسكرية، وإنما نوضح للمشاهد الكرام بأنها ستذهب إلى مجلس الأمن لمطالبة مجلس الأمن بإجبار دولة الكيان الصهيوني، إجبارها على تنفيذ قرار المحكمة، وهذا مهم جدا لأنه هذا قرار محكمة واجب التنفيذ. عندنا ما تمتنع عن إجبار عن تنفيذه حسب المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، تستطيع الدولة التي حازت هذا الحكم لصالحها أن تذهب لمجلس الأمن لإجبار الدولة التي امتنعت التنفيذ، وبالتالي فرق بين مشروع قرار سياسي وبين تطبيق حكم قضائي، وبالتالي ستكون المرة الأولى التي تستخدم فيها أو ستستخدم قطعا الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد قرار قضائي، وهذا فارقة وسابق خطيرة في القانون الدولي. ومع ذلك ستذهب المجموعة العربية ربما هذه المرة أيضا بقيادة الجزائر التي منذ 8 شهور تتولى هذا الأمر في الأمم المتحدة، ستذهب المجموعة العربية إلى صيغة متحدون من أجل السلام لتصدر توصيات تنفيذية تكون رادعة لهذا الكيان، ويكون لزاما على الدول أن تطبقها أفراد وجماعات. أولى هذه التدابير قطع كافة العلاقات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية مع هذا الكيان، وقف تصدير الأسلحة، مصادرة أو منع أو
يعني حظر نشاط الشركات الإسرائيلية التي ترتبط بتصنيع الأسلحة وتمارس نشاطها في أوروبا ولها علاقة بالإبادة الجماعية، وربما يذهبون أيضا إلى تفعيل المادة السادسة بإنهاء عضوية هذا الكيان من الأمم المتحدة، ويطالبون مجلس أمن باتخاذ توصية بهذا الشأن. نعم أستاذ معتز المسلوخي، كما ذكرت ربما رغم القرارات الكثيرة والعديدة التي صدرت في حق الكيان الصهيوني والأوامر أيضا من محكمة العدل الدولية، هذا القرار الأخير صادر من أعلى سلطة قضائية في الأمم المتحدة، إلا أن الكيان الصهيوني مستمر في الإبادة الجماعية ومستمر في جرائم الحرب التي يرتكبها في قطاع غزة. كيف ستكون تداعيات ربما هذا التعنت الصهيوني؟ نعم، لأول مرة في التاريخ، وهذا حقيقة يجب أن نقرأها قراءة سليمة، لأول مرة في التاريخ يجمع العالم ضد دولة مارقة عنصرية عندها إيديولوجية ذلك المتطرفة هي تمثل الصهيونية العالمية. لم يحصل هذا منذ عهد النازي. اليوم تحصل أمور غير طبيعية، طلاب الجامعات الأمريكية يتمردون ويطالبون بفرض عقوبات على هذا الكيان ووقف تصدير الأسلحة داخل الولايات المتحدة نفسها. رأينا الدول الأوروبية كلها تراجعت تقريبا باستثناء ربما بريطانيا. رأينا ألمانيا تصرح بأنه إذا صدرت أوامر اعتقال بنيامين نتنياهو ستحترم قرار المحكمة، وأيضا النرويج وأيضا فرنسا قالت ستحترم قرار المحكمة. إذا في انقلاب في الرأي العام ضد هذا الكيان يحصل لأول مرة منذ 76 عاما. هذا لم يحصل من قبل، دائما كان الدعم الشعبي والسياسي والنخبوي لهذا الكيان، كانت دائما دولة الكيان فوق القانون الدولي، كان دائما كل من ينتقدها يعتبر معادل للسامية. اليوم رأينا القضاء يقول لا، هذا ليس معادلة سامية، والكيان الصهيوني الإسرائيلي لا يملك حق تملك حق الدفاع عن نفسه ضد المدنية وترتكب الإبادة الجماعية. العالم الأهم أستاذ أميرة بات يدرك حقيقة ما حصل في فلسطين منذ النكبة 48. بالأمس أو أول أمس سمعنا وزيرة خارجية إسبانيا أو نائبة رئيس الوزراء في إسبانيا قالت نعترف بفلسطين من النهر إلى البحر. إذا نعم. هناك هذا التصريح ربما لعرف العديد من الانتقادات خاصة الغربية ومن وزراء الكيان الصهيوني. نعم، لأنه العالم بات يدرك حقيقة ما حصل في فلسطين. إذا فلسطين لم تكن يوما أرض إسرائيل التاريخية، الشعب الفلسطيني موجود على هذه الأرض ويمارس حقه في تقرير مصيره ومقاومته منذ 76 عاما. العالم أجر في حق الفلسطينيين على مر الزمن، كانت تصدر التصريحات، يعني قرار تقسيم فلسطين أكبر ظلم كان سك الانتداب تصريح من فوق. العالم اليوم الجيل الحالي يدرك أن هناك قصة أخرى، قصة معاناة عمرها 76 سنة، كيف هجر أهلنا في نكبة 48 وارتكبت مجازر لا تخل عن اليوم. العالم الآن طلاب الجامعات الأمريكية اليوم يقرؤون لغسان كنفاني رواياته بالإنجليزية، يقرؤون لإدوارد سعيد. إذا اليوم في انتفاضة عالمية تصب في صالح ليس الشعب الفلسطيني، وإنما تصب في صالح الشعوب العربية كاملة والشعوب الإسلامية. اليوم لا لإزدواجية المعايير، لماذا يجب أن يقتل الإنسان العربي أو المسلم دائما متهما بالإرهاب؟ الإرهاب الحقيقي ودولة الإرهاب هي دولة إسرائيل كيان صهيوني. كل ذلك بات الآن حقيقة يتم الكلام بها علانية على شاشات التلفزة وفي أروقة المحاكم وفي الأحزاب السياسية وتؤثر على الانتخابات. إذا أستاذ أمير نستطيع أن أقول أن هذا الصيف سيكون صيفا حارا جدا على الصهاينة، وسيكون بردا وسلاما على كل إنسان حر على كوكب الأرض. يعني رغم بشاعة كل ما يحدث في قطاع غزة أستاذ مسلوخي، لأن هذا الأمر أعاد القضية الفلسطينية للواجهة من جديد. نعم، ما يحصل على غزة بس تعقيبا على تفضلت فيه، لم يحصل، وهذا بإجماع تقارير أممية، لم يحصل منذ الحرب العالمية الأولى ولا الثانية، لم يحصل أن تعرض الشعب لإبادة جماعية مرتبة. 40% من الشهداء هم من الأطفال، 15,000 طفلا كان يستدعي الأمر أن يقوم العالم على قدم وساق، لكن شعبنا الفلسطيني شعب كما شعب الجزائر تعود على تقديم التضحيات. الحرية تحتاج إلى ثمن، لدينا مقاومة قوية اليوم ما زالت خلال 8 شهور توجع العدو، نتمسك خلف هذه المقاومة وتمسك بحقنا في هذه المقاومة. العالم اليوم بات يدرك أن من حقنا كشعب فلسطيني، وأعلننا هذا الأمر حتى الحقوقيين حتى يعني بعض الناشطين السياسيين في أوروبا يتكلمون اليوم أنه نعم من حق الشعب الفلسطيني أن يستخدم الكفاح المسلح، هذا ليس إرهابا، هذا حق أصيل في القانون الدولي، مناطه ومصدره حق الشعوب في تقرير مصيرها على قدم المساواة. إذا اليوم نحن أقرب إلى إن شاء الله إلى التحرير وإلى إنهاء وجود هذا الكيان على أرضنا المحتلة. نعم، في الختام أستاذ معتز المسلوخي، في حال لم يمتثل الكيان الصهيوني لهذا القرار، قرار محكمة العدل الدولية وهذا المتوقع منه في هذه الحالة، كيف ستؤثر هذه القرارات خاصة من ناحية زيادة الضغط على الكيان الصهيوني وعزله على العالم؟ نعم، هذا أمر سيحصل الآن، ليس الموضوع يعني أستاذ أمير اليوم الموضوع له علاقة باستمرار منظومة القانون الدولي.
اليوم الموضوع له علاقه او الامر له علاقه مباشره باجيال الاجيال الاوروبيه القادمه، هل سيعيشون في شريعه غاب بدون قانون دولي؟ هل غدا ستجتاح الصين تايوان ويتم السكوت على الامر؟ هل ستنشب حروب اوروبيه وتظهر الابادات الجماعيه؟ اليوم في مسؤوليه على جميع دول العالم وشعوب العالم الى وضع حد لسياسه الافلات من العقاب، وضع حد للاباده الجماعيه، لانه الفلسطيني يخسر الان، يخسر الان لانه لا يوجد قانون دولي، لا يوجد مساءله، لا يوجد ادوات تنفيذيه لتطبيق الفصل السابع والقوه العسكريه ضد الكيان، لكن غدا ما سيدفع الثمن في ظل شريعه الغاب، القوي ياكل الضعيف او الامبرياليه الامريكيه تحمي النازيين الجدد. اعتقد انه اليوم في مسؤوليه، وراينا الساسه الاوروبيين والمفكرين الاوروبيين ادركوا انه يجب وضع حد لهذا الامر ويجب محاسبه اسرائيل، وهذا كان من المستحيلات ان يتم احد الكلام عن محاسبه اسرائيل. اذا نحن امام عهد جديد، وفي النهايه هي مسؤوليه دوليه على جميع الدول، دورنا كفلسطينيين وكعرب كمسلمين ان نقوم بدورنا، ندعم مقاومتنا وندع العالم امام مسؤولياته. أستاذ معتز المسلوخي رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي الفلسطيني بالخارج، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. مشاهدينا الكرام، نواصل دائما أخبارنا حيث